حضور عدد من أعضاء الحكومة وممثلي السلك الدبلوماسي المعتمدين لدى البلاد والبرلمانيين بالجمعية الوطنية، فضلا عن الفاعلين الاقتصاديين وممثلي الجمعيات المدنية والمدعوين. اختتمت فعاليات الدورة العادية الثانية للمجلس الاقتصادي والاجتماعي والثقافي للعام 2018، والتي جاءت تحت عنوان تنشيط المجلس الاقتصادي والاجتماعي والثقافي في ظل الجمهورية الرابعة. المناسبة الختامية لفعاليات الدورة ترأسها وزير الدولة الوزير المستشار برئاسة الجمهورية الدكتور نور الدين دلوا كاسيرة كوموكوي، ممثلا لرئيس الجمهورية رئيس الحكومة رأس الدولة إدريس ديبي إتنو، رئيس المجلس الاقتصادي والاجتماعي والثقافي المستشار عبد الكريم أحمداي بخيت. في خطابه لاختتام فعاليات هذه الدورة شكر الحضور على تلبية الدعوة، موضحا بأن مستشاري الجمهورية خلال أسبوعين من أعمال الدورة قد استمعوا إلى مداخلات هامة قدمها بعض أعضاء الحكومة والخبراء المختصين في المجالات المختلفة، وكذا أعضاء اللجان الدائمة بالمجلس، مشيرا إلى أن مخرجات الدورة تسهم في تحقيق تطلعات السلطات العليا الموضحة في الأمر رقم 22 للعام 2018 القاضي بصلاحيات تكوين وتنظيم المجلس الاقتصادي. وأضاف أحمداي بخيت بأن الدورة سمحت بتوضيح مهام المجلس في ظل الجمهورية الرابعة، مؤكدا بأن المستشارين قد أعطوا المجلس توجيهات جديدة لجعله مستشارا حقيقيا للسلطات التنفيذية والتشريعية في المجال الاقتصادي والاجتماعي والثقافي والبيئي. واختتم بخيت حديثه بتقديم الشكر الجزيل لكل الذين ساهموا في تنظيم الدورة وإنجاحها بالصورة المطلوبة، متمنيا للمشاركين من مختلف الولايات بالبلاد عودة حميدة إلى أماكنهم. وعليه فإن المجلس هو المختص باقتراح واعتماد الأفكار التي من شأنها النمو الاقتصادي والاجتماعي والثقافي، كما أنه يعتبر السلطة المنظمة في هذا المجال لصالح المواطنين في الجمهورية الرابعة على المستوى الوطني. ونشير إلى أن فعاليات الدورة العادية الثانية للمجلس الاقتصادي والاجتماعي والثقافي بدأت بتاريخ 3 سبتمبر وانتهت في 17 من نفس الشهر.